طلاب، تعرفنا بالدرس السابق على الـ Principal Stresses، وقلنا الغاية من معرفة الـ Principal Stresses هي لمعرفة الإجهاد الأعظم اللي يتولد نتيجة الـ Combined Load. عندي أكثر من لود مؤثر بنفس الوقت على الجزء الميكانيكي، فقلنا بهاي الحالة انه الاجهاد الاعظم اللي يتولد هو ما يكون لا موازي للقوه ولا يكون عمودي على القوه، يكون ببلين مائل بزاويه. اوكي يعني، وقلنا هذا البلين المائل بزاويه يكون بالاجهاد الاعظم، عندي احصل على قيمتين للاجهاد، القيمه العظمى للاجهاد اللي هي maximum principal stress أو maximum normal stress، وعدي أحصل على قيمة ثانية للإجهاد اللي هي minimum principal stress أو minimum normal stress. وقلنا ذن يتولدن في plane يكون بإجهاد الشير مساوي للصفر. تذكرون وياي هاي الرسمة؟ صوت أكو عيني طلاب؟ تسمعوني؟ صوت واضح دكتور. اوكي، فعندي هذه عينه معرضه الى عينه او بوينت داخل جزء ميكانيكي معين. سوف نفرض انا عندي جزء ميكانيكي معرض إلى هذا الحمل، فهنا عفوا هنا قيمة، يعني لو أجي أخذ أي بوينت داخل هذا المنبر ولتكن هنا، إذا أريد يعني هاي بوينت تتكبر إلى تكون عليها مستويات من الإجهاد تكون بهاي الصورة، كعني وكو عندي تراي اكسيال ستيت اوف ستريس. اوكي، اللي عندي سيجما اكس يعني الاحمال المسلطة ب اكس وواي وزد، وعندي شنو، عندي شير ستريس اكس واي وشير تاو اكس زد وتاو واي زد وتاو زد واي، واضح؟ فأني اجيت بسطت هاي الحالة من التراي اكسيال ستيت اوف ستريس، بسطتها الى شنو، الى باي اكسيال ستيت اوف ستريس. اللي اعتبرت قيم الاجهاد اللي تتولد بالمحور زد مساوية للصفر، يعني سيجما زد وتاو اكس زد وتاو زد مساوية للصفر، فلغن عندي هذا البلين الاجهاد بالزد بلين مساوي للصفر، فتحولت عندي الحالة، حولت عندي بدل الـ 3 dimensional صارت عندي 2 dimensional state of stress. من هاي الـ 2 dimensional state of stress اجيت قلت على مود اعرف الماكسيمم نورمال ستريس اللي يتولد هنا، فاحتاج شنو، احتاج اميل المحاور الاصليه مالت الاجهاد، اميلها بزاويه معينه انا سميتها هنا مقدارها ثيتا، فحصلت على محاور جديده اللي اكس داش واي داش، حصلت على قيم الاجهاد اللي هي سيجما اكس داش وتاو اكس داش واي داش وسيجما واي، وعرفنا هذين شلون نشتقهن بعد ما شنو، بعد ما عرفت سويت summation of forces باتجاه الاكس داش وsummation of forces باتجاه الواي داش، سويتهن بالصفر وحصلت على شنو، حصلت على قيمة الستريس اللي يتولد بالمحور سيجما اكس داش وقيمة الإجهاد اللي يتولد بالمحور اكس داش واي داش او بالبلين اكس داش واي داش،
وقيمة الإجهاد بالواي داش. أوكي، يعني لهنا أكو سؤال، أكو استفسار، أكو نقطة غير واضحة ممكن أنه نثيرها قبل لا نكمل. أكو سؤال عيني، هاي فقط مراجعة المحاضرة السابقة. إحنا انتهينا عند نقطة معينة، فمن هاي راح أبدي أتسلسل بالاشتقاق. فإذا أكو نقطة غير واضحة، إذا مراجعين المحاضرة، إذا طلعتوا على المحاضرة، فإذا أكو أي سؤال عندكم، أكو شيء غير واضح بالمحاضرة. لا دكتور واضح. أوكي جيد جيد. بعدين حصلت على، قلنا هذين المعادلات احنا دا نسميهن مثلا، هذه رقم واحد وهذه اثنين، هاي رقم ثلاثة، أو هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة. أوكي، جيت بعدين عندي يعني بعد ما حصلت على سيجما اكس داش وسيجما واي داش، قلت اذا اجمع سيجما اكس داش مع سيجما واي داش راح احصل على قيم الاجهاد الاصليه المسلطه. فهذا معناه انه انا ايش قد ما ادور قيم الاجهاد اللي تطلع للنورمال ستريس، مجموع النورمال ستريسز اللي تتولد باي بلين مائل يساوي مجموع النورمال ستريس الاصلي. اوكي، فأنا على مود أعرف ال maximum normal stress، قلنا ال maximum normal stress يتولد ببلين يكون بإجهاد الشير مساوي للصفر. تذكرون هاي الرسمة عيني، هاي رسمة ال sigma x داش، عندي تتغير الزاوية من صفر إلى 360، وجيت رسمت تاو x داش y داش همين بزاوية. إذا تلاحظون معادلة رقم ثلاثة ومعادلة رقم أربعة هي تعتمد على من تعتمد على الثيتا، صحيح؟ يعني قيم الإجهاد، حتى معادلة رقم خمسة تعتمد قيمها، الإجهادات اللي بيها القيم، قيمة الإجهاد تعتمد على الثيتا، صحيح؟ فاجيت انا شنو، اجيت رسمت السيجما اكس داش والسيجما والتاو اكس داش واي داش بقيم معينه، واضح، وبزاويه قيم معينه ثابته للسيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي، لان اللي ثابته، بس اجيت غيرت مقدار الفيتا من صفر الى 360. اوكي، ايش قلنا انا على مود اعرف البرنسيبال بلين اللي هو الحامل لقيم الاجهاد الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريسز، قلت هذا عندي يتولد وين؟ في بلين يكون ب اجهاد الشير مساوي للصفر، صحيح؟ فلو اجي هسه النورمال التاو اكس داش واي داش هنا مساوي للصفر، فلو اجي اسقط هاي النقطة شوف هنا أنا عندي شنو، السيجما اكس داش شنو ماكسيمم. بنفس الوقت لو اجي اسقط هذه النقطه يعني من هنا لهنا، فهنا أنا عندي ثبتت هاي الحقيقه، انه عندي عندما يصفر عندي الشير يعني معناته اكو عندي نقطتين او قيم الاجهاد، احصل على قيم الاجهاد الاعظم والادنى يعني ماكسيمم اند مينيمم نورمال ستريس. اوكي، احصل على قيم الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريسز مين في مستوي يكون باجهاد الشير مساوي للصفر. اوكي، فمن خلال هاي اجيت قلت يابا لو اجي المعادله رقم اربعه واساويها بالصفر، اقول ان عد ما عندي تاو اكس داش واي داش يساوي صفر،
لانه يعني على مود اعرف عدياه ثيتا السيجما اكس داش واي داش يساوي صفر. يعني انا ابدي اميل الـ اميل الاورجنال بلينز، اميلهن او اميلهن بزاويه لحد ما يلغي عندي الشير ستريس. فعدياه زاويه مقدار الشير ستريس يساوي صفر، راح اجي اصفر معادله الشير ستريس بالبلين المائل واقول من هاي اقدر احصل مقدار الثيتا. فلو اجي لهاي المعادله اقول ان سيجما اكس داش او ماينس سيجما اكس ماينس سيجما واي على 2 ساين 2 ثيتا بلس تاو اكس اكس واي كوساين 2 ثيتا يساوي صفر. اوكي، من خلالها اقدر اعرف قيمه الثيتا اللي هي شو يصحوا لها هنا؟ يصحوا لها ثيتا برنسبل. فمن هنا لو اجي اقسم على لو اقسم على كوساين 2 ثيتا ايش راح احصل؟ راح احصل التالي ماينس سيجما اكس ماينس سيجما واي اوفر 2. هنا ايش راح يصير عندي؟ تان 2 ثيتا بلس تاو اكس واي، وهنا الكوساين جيت كانسلد يساوي صفر. يعني ارتب المعادله اقول اذا تان 2 ثيتا يساوي لي 2 او 2 تايمز تاو اكس واي على اليمين over sigma x minus sigma y. صحيح يعني؟ وهاي ثيتا اللي هي ثيتا بي. إذن الثيتا بي هي التان انفرس مال من؟ مال 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ماينس سيجما واي. إذن هاي مقدار الثيتا او الثيتا بي اللي يميل بيها المحور او يميل بها البلين الحامل لمقدار الماكسيمم نورمال ماكسيمم اند مينيمم نورمال ستريسز. اوكي يعني اوكي هاي من خلال جعل التاو اكس داش واي داش مساويه للصفر حصلت على هاي. اقدر احصل على نفس هاي المعادله من خلال حقيقة أخرى اللي هي شنو؟ اللي هي من خلال اشتقاق معادلة رقم 3 اللي هي سيجما اللي هي دي سيجما اكس داش بالنسبة للثيتا وأساويها بالصفر. لأنه أنا قلت عندي من خلال الماثماتيكس أنه إذا عندي فد فانكشن وأريد أعرف الكريتيكال بوينت مال هاي الفانكشن، يعني أريد أعرف عدياء ثيتا هنا مثلا اديا ثيتا احصل ماكسيمم اند مينيمم فاليو اوف نورمال ستريس. فايش اجي ايش اسوي؟ اجي اشتق المعادله اشتق الفانكشن بالنسبه الى الفاريبل اللي انا اريد اطلع عليه الثيتا اللي اريد اطلع عليه الحال مالتي. فانا لا زال عندي الثيتا هي الفاريبل المستخدم، فاقول ان الدي سيجما اكس داش الدي سيجما اكس داش بالنسبة للدي ثيتا مساوي للصفر. ولو اجي اشتق هاي المعادلة واساويها بالصفر ايش راح احصل؟ راح احصل على التالي، هذا التيرم يساوي صفر لانه ما بي فاريبل. هذا التيرم ايش راح يساوي؟ مشتقة الكوساين ماينس ساين. فايش راح يصير عندي؟ سيجما اكس ماينس السيجما واي over 2 هنا عندي ماينس ساين 2 ثيتا بلس تاو اكس واي كوساين 2 ثيتا. اوكي يعني
هذا صحيح الاشتقاق يعني؟ ها طلاب صحيح؟ عندي هاي مشتقة من داخل القوس ما اشتقيتها، لازم هذه مضروبة في اثنين وهذه مضروبة في اثنين. هاي اثنين ويا هاي اثنين تروح، ايش راح يبقى عندي؟ فعندي ماينس سيجما اكس ماينس السيجما واي ساين 2 ثيتا بلس تاو اكس واي كوساين 2 ثيتا تايمز 2. يعني يكون زيرو. من انا اذا اقسم على كوساين 2 ثيتا ايش راح احصل؟ اقول ان ماينس سيجما اكس ماينس سيجما واي تان 2 ثيتا بلس 2 تاو اكس واي تاو صفر. إذن تان 2 ثيتا يساوي تاو أو 2 تاو اكس واي اوفر سيجما اكس ماينس السيجما واي، وهاي الثيتا شو اسمها؟ هي ثيتا بي. إذن ثيتا بي شو تساوي لي؟ طلاب ثيتا بي شو تساوي لي؟ تساوي لي تان انفرس المن 2 تاو اكس واي على اليمن السيجما اكس ماينس السيجما واي. هذا صحيح طلاب؟ صحيح؟ لانه هاي الاثنين وين راحت؟ لازم 1 اوفر 2. هاي المعادلة كذلك 1 اوفر 2. طلاب وياي يعني؟ هاي المعادلة تساوي طلاب وياك ثيتا دكتور بي. وياك اوكي يعني؟ وياك دكتور تمام اوكي. اذا هذه حصلت على تان 2 ثيتا بي من خلال حقيقتين، الحقيقة الأولى تصفير معادلة الشير، والحقيقة الثانية أخذ المشتقة لمعادلة السيجما اكس داش وساويها بالنسبة للثيتا وساويها بالصفر. اثنيناتهم طلع عندي نفس ال نفس الـ نفس الـ الجواب. اوكي اذا معادلة اذا حصلت على تان 2 ثيتا بي اللي هو هذا التان صحيح 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ماينس سيجما واي. هسه هاي التان 2 ثيتا بي هي periodic function اللي هي شنو اقدر with period of pi. واضح؟ فهذه هي تان ثيتا، هذه عندما اعطي باي زائد باي ثيتا زائد باي حصل على نفسها وهكذا. اوكي فمعناته شنو؟ معناته انه انا اقدر احصل، معناته انه انا تان 2 ثيتا بي اقدر احصلها بزاويتين اللي هي شنو؟ اللي هي تكون عندي مقدار التان 2 ثيتا بي بوزيتيف. هاي شلون اجيبها؟ نقول ان عندما افرض انه التان 2 ثيتا بي او 2 ثيتا بي هي بالفيرست كوادرنت، يعني شنو؟ يعني بالربع الاول. هسه هاي عندي هذه هي شنو؟ 2 ثيتا بي
التان مالتها شو يساوي لي؟ يساوي لي مقابل على المجاور 2 تاو اكس واي على اليمين على السيجما اكس ماينس السيجما واي، صحيح يعني؟ طلاب دكتور لسه عندنا ربع صدقت الأول. يعني هي بوزيتيف، اريد اخذ انا حصلت على التان 2 ثيتا بي هي بوزيتيف فاليو، هذه مساوي لي. اذا وين هو البوزيتيف فاليو مال التان؟ وراح يكون بالربع الاول هنا اللي هن قيمتين. اذا القيمتين شو يكونن؟ يكونن اثنينات الموجبات، فموجب على موجب راح يكون تان ثيتا. اذا هذا هو شنو؟ الربع الاول، هذا الفيرست كوادرنت. اوكي زين واضح دكتور، يعني؟ هل يمكن أن يكون اقدر، ذا الربع؟ ذا الربع نعم مثلا؟ ممكن، نعم ممكن، ممكن اخذ نيجاتيف، ممكن ياخذ النيجاتيف، وهسه راح نبين بعد ما ناخذ معادله الشير. ممكن هنا همين اقدر اخذ ماينس باي، اذا اعطي ماينس باي راح تطلع عندي التان بالماينس، صحيح؟ اذا وين التان بالماينس؟ راح يكون هنا بالربع الثالث والربع الثاني والرابع. هنا البوزيتيف مال التان راح يصير بالربع الاول والربع الثالث. اوكي هسه راح نبين. فمن هنا انا اقدر اقول ان يابا مقدار التان 2 ثيتا بي يساوي لي 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ماينص السيجما واي، هذا هو بوزيتيف فاليو للتان. اوكي انا جيت فرضت انه انا اخر راح اخذ البوزيتيف من هذا، راح اقول ان اذا الساين 2 ثيتي يساوي لي شنو؟ بس شلون اعرف الساين؟ لازم اعرف الوتر. الوتر هنا شو يساوي؟ طلاب من يقدر يقول لي؟ ذن ضلعين متعامدات حسب نظرية هذه الزاوية فيثاغورس. على المماس مو؟ نعم هذه شو الزاوية على يساوي يعني؟ المماس؟ ميل الزاوية على شنو؟ على المماس؟ منو جاي يتكلم؟ عرف نفسك بلا زحمة، ما جاي طبعا يعني مرتقب. اوكي عيني شو تقول عيني؟ شنو هي؟ أقول لك ميل الزاوية. ميل الزاوية، ميل الزاوية هو التان، هو ميل الزاوية هو التان، بس انا اريد الساين مال الزاوية شو يساوي؟ ميل الزاوية على المماس يمكن. لا عزيزي لا، الوتر هذا شو يساوي؟ يساوي مجموع مربعي ضلعين قائمين مال فيثاغورس، اللي هو شو يساوي هسه؟ سيجما اكس ماينس السيجما واي تربيع زائد شنو؟ 4 تاو اكس واي تربيع، صحيح؟ هذا الوتر. اذا الساين مال الزاويه ساين 2 ثيتا بي شو يساوي؟ يساوي المقابل على الوتر اللي هو 2 تاو اكس واي على روت اوف او سكوير روت اوف سيجما اكس ماينس السيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي سكوير. اوكي متفقين عيني مرتقب هابي؟ ايوه يا دكتور، ايوه يا اوكي جيد. الكوساين 2 ثيتا بي شو يساوي لي؟ المجاور على الوتر. عافيه سيجما اكس ماينس السيجما واي على اليمين على سيجما اكس ماينس السيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي سكوير. هسه لو اجي ارجع اطبق القيم ذني اعوضهن بمعادله السيجما اكس داش ايش راح احصل؟ راح احصل التالي سيجما اكس داش، طبعا هنا أنا شنو؟ سبيشال فاليو اوف سيجما اكس داش اللي هي وين؟ اللي هي بالبرنسبال بلين. ليش بالبرنسبال بلين؟ لانه قلنا انه انا احصل البرنسبال بلين من خلال شنو؟ تصفير الشير ستريس، صحيح؟ في بلين يكون بي احصل الماكسيمم اند مينيمم فاليو اوف نورمال ستريس، ببلين يكون بي الشير ستريس يساوي صفر، صحيح يعني؟
إذا ايوه هذا انت سيجما سيجما صح. اكس داش، هذا راح نعم هذا راح اسميه سيجما 1، لانه صار شنو، صار برنسبل. بعد ماكو داعي اسميه سيجما اكس داش، لانه انا حصلت ثيتا بي. اذا السيجما، اذا الستريس اللي يتولد هو سيجما برنسبل، صحيح؟ ما حاجي اقول نيابه سيجما اكس ماينس بلس سيجما واي على 2 بلس شنو سيجما اكس سيجما واي على 2 كوساين. الكوساين شو يساوي لي هنا؟ عوض عن قيمه الكوساين، هنا شو يساوي لي؟ يساوي لي سيجما اكس ماينس سيجما واي على شنو؟ سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي سكوير، صحيح يعني؟ بعد ايش بقى؟ بلس شنو؟ 2 او تاو اكس واي ساين 2 ثيتا، صحيح؟ تاو اكس واي الساين 2 ثيتا شو يساوي لي هنا؟ 2 تاو اكس واي على روت اوف سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي سكوير، مضبوط يعني؟ اوكي؟ اذا من هذا راح احصل على سيجما اكس ماينس بلس سيجما واي، بس ابسط المعادله، انا عندي سيجما اكس مضروبه بسيجما واي، فراح يصير سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير انا بلس 2، ونقدر راسا اوكي مو مشكله، خلينا نكتبها بالتفصيل سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي سكوير، وهنا انا ايش راح يصير عندي؟ بلس تاو اكس واي 2 تاو اكس واي سكوير علي من سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي سكوير، صحيح يعني؟ اذا هاي ايش راح يساوي لي؟ سيجما اكس ماينس سيجما بلس سيجما واي، انا لو اخذ عامل مشترك اللي هو شنو 2 روت سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي سكوير، قسم هنا ايش راح يصير عندي؟ سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير بلس 4، انه هاي شو يبقى من عندها؟ يبقى من عندها بس 2 تاو اكس واي سكوير، يعني هسه هذا السيجما اكس، نعم سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي سكوير، اقدر ابسطه بالتالي اقول نيابه سيجما اكس يعني سكوير روت اوف سيجما اكس ماينس سيجما واي سكوير بلس 4 تاو اكس واي هي نفسه سيجما اكس ماينس سيجما واي، اوكي؟ هسه نرجع ابسط، نرجع اعوض عن هذا، الحين تجي شنو؟ سيجما اكس ماينس بلس سيجما واي بلس
ثاني اوكي، هذا راح اختصره، راح احصل على شنو؟ سيجما اكس بلس سيجما واي اوفر 2 بلس هالف اوف سيجما اكس ماينس سيجما واي. اوكي زين دكتور، بالامر نعم عليك، من ساعة الخطوة نعم هاي اللي سويتها بكل ما انه نكتبها مو معادلة بمعادلة، وحتى اللغة الثانية يعني قبل ترتيب مباشر أي قبل معادلة؟ المعادلة الرئيسية، هسه ذن الاثنين من عوضت وحدة نعم بالثانية سويت اي ذن الاثنين نعم اي هنا. هذه اي هذا انا اعطيتك خطوة لهذه شلون صارت وجيت كتبتها جوا. اوكي زين مباشرة انا بدون ما اكتب هاي الخطوة مباشرة اكتب المعادلة الرئيسية. ماكو مشكلة تبي لي عجبك، بس انا على مود التفصيل سويته هيك، انا على مود التفصيل سويت لك اياها بهاي الصورة. يعني إذن من هذه حصلت على الـ first value of normal stress، صحيح؟ أوكي؟ اللي هي هذه. هاي. maximum principal or normal stress. نسميه هو سيجما تي 1. تقدر تعبر عنه سيجما 1. سيجما بي 1. اوكي يعني